بأن وحيد خليلزاتش لا يقدم أي إضافة، هناك مشاكل كبيرة على الصعيد الفني، الانتصار أمام بافانا جنوب أفريقيا أو حتى أمام ليبيريا لا يعتبر مقياس حقيقي لقيمة المنتخب المغربي، المنتخب المغربي لدي إمكانيات أفضل من ذلك. أنا إذا قمت بجمع الأسماء والإمكانيات الموجودة وحجم المواهب الموجود داخل منتخب أسود الأطلس بدون مدرب قادر على الانتصار أمام جنوب أفريقيا المتذبذب حاليا في مستوى أو حتى منتخب ليبيريا الضائع بنتائج أكبر مما حققه المنتخب المغربي بفقد خليلزاتش، نحن لا نرى بأنه رجل المرحلة.